صور جميلة ومناظر خلابة تشرد بذهنك، لا تستغرب، لا تذهب بعيدا، أنت فقط في ولاية تسمسيلت. حظيرتي المداد وعين عنتر، حمام سيدي سليمان أجمل ما نذكر. مناطق سياحية وبامتياز لا تحتاج إلى من يزينها، إلا أنها تبقى تعاني بعض النقائص، خصوصا المواصلات، الفنادق، وبعض الضروريات في السياح. لا النزهة مليح، الله يبارك. الطبيعة، جمال الطبيعة، الهدوء، هواء نقي، كما تشوف. بصح خاصها شوية تهيئة، فيما يخص ما خصش تهيئة بزاف. مثلا الطريق المؤدي للحمام، تشوف البلد، كون تروح تشوف البلد تسيبو مكسر. خاص إعادته. مثلا تشوف الحمام مازال قديم، تراست ملي بناوه مازال باقي هكذاك، موديفيكاسيون التجديد تاعو ما كانش، خاصو شوية تهيئة، خاصو يرمو، يعطوا له طابع جمالي. الناس كي راها تجي هنا للسياحة لازم تتمتع، تتمتع أولا بالطبيعة، ثانيا بالمرافق هذو، والبنى التحتية لازم تكون ثاني. كاين إضافة ثاني هنا مثلا بيت الشباب، نشوف بيت الشباب ثاني الله يبارك، تحفة. خادمين تحفة. لتبقى مثل هكذا مناطق سياحية تنتظر التفاتة حقيقية من طرف مسؤول للولاية.